ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم وشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كتابنا. قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعه على العلوم وعلوم الصالحين. قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعه على فعل العلوم وعلوم الصالحين مساله. قال الامام ابو القاسم الخرقي رحمه الله: وان اعطى اهل الباديه الاقط صاعا اجزا اذا كانت قوتهم. يعني اذا كان القوت اقط فهو اللي هو الجبن يعني يعتبر. متقلد الله هو عصرت اللبن لبن متحجر ما هو يبقى ايه اسمه ايه الجبن هو اسمه اقط هو مش جبن خالص لا زي الجبنه ده بيتاخد بيتفك بميه عشان ايوه زي الجبنه يعني ده شوف اللبن الرايب بيجي ازاي شفنا اللبن الرايب والجبنه بيتفك عشان يتاكل المهم ان هو كالجبن يعني مش كالجبن مش باين انا بعرف الاقي الجبن المجفف لكن مش متصورها ايه لا بتبقى كوره كورة حجرة المهم ان هي تؤكل وده ده قوت كما تاخذونه قوتا هو لا اللبن نفسه ما تاكلش ولذلك الخلاف الفقهي في اللبن موجود الخلاف الفقهي في اللبن يقولون اللبن مش قوت والفرق ما فهمني ما هو ده من اللبن ايضا من اللبن فهو بيقولوا ده ايه الفايده في ايه اللي خلى ده يجزئ وده لا يجزئ ان ده الضخ واللبن لا يدخر يفسد ماشي هم عامة احنا نذكر بان حابلة يرون ان المنصوص عليه الاصناف المنصوص عليها واجبة مفروضة يعني ما يخرج عنها الا اذا ايش عدمت اتفضل قال ابن قدامة رحمه الله اكثر اهل العلم رحمه الله يوجبون صدقة الفطر على اهل البادية روي ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي رحمهم الله وقال عطاء والزهري وربيعة رحمهم الله لا صدقة عليهم الحمد لله كل حال هنا بيقول ربيعة والزهري يقولون لا صدقة عليهم والحقيقة أن العام إيش عموم الحديث ما الذي خصصه في هذا الباب احنا قلنا ماشي تقول ان البدو لا جمعة عليهم نقول لك طيب لكن تقول لا زكاة والعموم الادلة موجودة في هذا الباب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على 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 كل كبير وصغير حر ام عبد ذكر ام انثى قال من المسلمين انطبق الوصف على البدو ولا ما انطبق هو كل بدو مسلم ولا مش مسلم مسلم اذا عليه زكاة والذين قالوا بعدم زكاة لا دليل عليهم بحال من هذا تحكم ولا يصح في الشرع التحكم والدليل ظاهر بوجوب الزكاة عليهم قال الإمام رحمه الله ولنا عموم الحديث قال لنا عموم الحديث فرض رسول الله على المسلمين نعم ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال ويعني هنا قال وانا يعني هذا كإلحاق أو كتأسيس قال بما تسمى هي زكاة يبقى إذن وأنتم تقولون ده رد المختلف فيه للمتفق عليه قال وأنتم تقولون بأن البدو عليهم زكاة المال ما بلغوا ما ملكوا نصابا وحال عليه الحول طيب إذا قلتم بأنه زكاة وسألناكم ما الدليل على وجوب الزكاة عليهم قلتم الدليل قلنا والدليل قد جاء في زكاة الفطر ولأنها زكاة وهذا الذي احتجنا به على من قال بأنه يجوز أن يصلي صلاة الجنازة بغير وضوء قلنا أتبيح أن يصلي العصر بغير وضوء قال لا قلنا لما قال صلاة قلنا وصلاة الجنازة إيش صلاة نعم قال ولأنهم مسلمون فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم ماشي ولأنه قال من المسلمين وإذا كان مسلما انطبق على الوصف إذن وجب عليه الزكاة قال إذا ثبت هذا فإنه يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه يعني هنا عندما يشترط ويقول ولم يجد من الأصناف المنصوص عليها دلالة أنه أوجب هذه الأصناف فإن وجدت لا تصح بغيرها لا تصح الزكاة بغيرها إلا في هذا الباب قال إن عدم فهو له أن يخرج الأقط إن كان قوتا شفنا وقال أهل البادية يخرجون الأقط بشرطين كان قوتا لهم او لم يجدوا غيره من اصناف المنصوص عليه
جيد جيد، ما هذا الذي قاله سردا. نعم. قال فأما من وجد سواه فهل يجزئ؟ قال على روايتين، إحداهما يجزئه أيضا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكرناه في بعض ألفاظه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. وهذا حديث صحيح وهو منصوص عليه، فجاء الأمر بإيش؟ بأن الأقط صنف من الأصناف، ذكر ذلك وقال صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من إيش؟ من أقط. فلذلك قلنا له إذا أخرج الصاع من أقط فالحديث ظاهر في التنصيص عليه، فلكنك قلت هنا في الرواية الأولى يجزئه إذا وجد سواه وأخرجه يجزئه، وهذا أصله في أي حديث؟ الحديث الذي ذكره، لأنه جعل الأقط صنفا يجزئ. هذه الرواية الأولى. والحديث الثاني والرواية الثانية أنه لا يجزئه. ماشي. ما والثانية لا يجزئه لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه. نعم. فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم. لحظة بقى، هنا هو قال لا يجزئه على فرضية إيش؟ أنه ليس جنسا. طب والحديث عده إيش؟ جنسا. فالرواية الثانية لا يعمل بها. لما؟ لأنها رتبت الأمر على أن الأقط ليس جنسا فالحقوه باللحم. قلنا بل اعتبره الشرع جنسا، فإذا الرواية الثانية رواية ضعيفة والصحيحة هي الرواية الأولى، وأنه له أن يخرجه وإن كان يملك سواه. نعم. قال فلا يجزئ، وهذا أيضا موافق ليه؟ لأصول التشريع في التيسير، معنا ألزمناه بشيء فيسرنا عليه في الإخراج، فأصول التشريع التيسير في الإخراج، ومن التيسير أننا نقول وإن كنت تملك سواه لك أن تخرجه، لأنه إيه؟ عده الشرع إيش؟ جنس من الأجناس. نعم. قال والثانية لا يجزئه لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم. ونقف هنا نقف هنا لابد أن يرد عليهم ما يرد. وش اللي يرد عليهم؟ هذا قياس مثلا فاسد، والذي يرد عليهم نقول له أنت الآن أصلت أصلا ما مردود، أنت قلت إنه لأنه ما بنسكت يا ابني الله يكرمك بالله تسكت، قال لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة. من وين أتيت أن هذا جنس لا تجب فيه الزكاة؟ من أين؟ من أين؟ هذا هو من أين؟ أنا فين؟ هذا يريدنا. طيب ماشي، لو تريد ماشي تقول له بس خمس دقائق نخلص الجزئية دي ونكلم. ماشي. قول له 10 دقائق بس هنخلص ونكلم. نعم، رجعه إلى أصل اللبن يعني. دعك من هذا، احنا بنقول الآن أنت قلت أنه جنس. احنا يستوجب عليك في ذكر الأصناف أو الأجناس، يستوجب عليك الإيش؟ النص، لأن هذا من باب الإيه؟ التوقيف. هذا من باب التوقيف. ما هو حب وثمر على التضييق فيما قاله، فنقول له احنا نلزمك ان تاتي به بالدليل، انت قلت ليس جنسا صح، وين الدليل؟ فممكن يرجع انه يقول انه ليس حب ولا ثمر، نقول له حتى في التقييد بالحب والثمر اتينا بالدليل، قال اصناف المنصوص ايش عليها، قلنا له هذا منصوص عليه، فهدمنا لك التاصيل الاول والتاصيل الثاني، فلذلك يرد عليه. ولذلك الرواية الثانية رواية ضعيفة جدا، والصحيح أنه يخرجه ولو كان يملك سواه، لأنه جنس مستقل نص عليه الشرع فاعتبره الشرع جنسا فصح الإخراج. نعم. قالوا ويحمل الحديث على من هو قوت له أو لم يقدر على غيره. أوف هنا أنا والله سأجن من هذا الباب، أو فقيا هنا الآن نقول له الآن ماذا تفعل؟ ذهب للتأويل بلا داعي بلا موجب، طح. وإذا قلنا له ذلك سيرد علينا، قل لا، الموجب أنه إيش؟ شوف هو إيش قال؟ قال ويحمل الحديث على من هو قوت له أو لم يقدر على غيره. وين المحكم الذي ألجأكم لهذا التأويل؟ أين المحكم؟ ما ظنوه هم بقى، مش ما ظنوه على الوقوف على الخمس أصناف اللي قالها، أنت فاهم كيف؟ فهنقول طبعا المنصوص ده أنت اللي أتيت بالمنصوص عليه، ده أنت أتيت بالنص في هذا الباب، فلا صح هذا الكلام، لا صح. وهذا معناها التأويل إيش؟
التأويل بلا داعي، التأويل بلا موجب. أرد عليه كله، احنا بالليل يتصل. التأويل بلا موجب مفهوم. ولذلك وهذا دي مشكلة بقى الفقهاء في هذا الباب، أنهم يحملون الروايات ما لم تحتمل من أجل المذهب الفقهي، المذهب الذي يحمله من أن يفعل ذلك. لما الشافعي يقول لك أن 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 الذي يتخلى في طريق الناس على الكراهة، فيقول لك ولأن الإضرار بهم مظنون. جبت المظنون في هذا الباب، واحد قضى حاجته في الطريق اللي ماشي فيه، اللي بيمشي فيه الأمم كلها، مظنون ايه؟ ده هيلعنوك ويلعنوا اللي خلفوك. انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ يا الناس وهي ماشيه حتى تجنب، في واحد عامل اشاره ما لا احد يمر من هنا، ان هناك رجل يظن انه لن يضر بكم في كذا، فهم الناس بقى تجاه من حوالين ما فعل، يا تمر يمينا ويسارا. ها تتخيلون ذلك؟ فشوف هو عشان المذهب يحملون او يؤولون بتعسف الاحاديث، يقول وكأن النبي يقصد كذا وكأنه على كذا. وهذا الشرع، هذا الشرع يقبل هذا؟ كأن وكأن هذا ضرب وخرص وتخمين في ايش؟ في نصوص. ولذلك القاعدة المنضبطة في هذا الباب انه لا يجوز تأويل الاحاديث الا بموجب، وليس كل تأويل مقبول ايضا، لابد له من قرينة حاملة قوية في هذا الموجب، كما قال ابن المنذر في هذا الباب. وقال أيضا ولا يخص عام كلام النبي إلا بكلام النبي، ما في أي شيء يخصصه تاني، على أنه أصوليا في خلاف بقول الصاحب والقياس، لكن هو قال كلام النبي تعظيما لنوح. ولأنك طب لما قال ذلك يا حسام؟ ولا يخص إلا بكلام النبي. لما ماشى مجنون؟ ممتازة مجنون، ممتازة حبيبي، ممتازة حبيبي. إنما سورة النبي صلى الله عليه وسلم خرص وتخمين واجتهاد. ممتاز. لا يصل للمراد. شوفه جت مع البركة بركة. لأنه لا هو طبعا هي مش كده، هي الأمر نحن نخصص ليظهر المراد، ومراد الله ومراد رسوله لا يعرف إلا عن الله وعن رسوله. والخلاف بقى في غيره، ودي مش جايه في دماغه، ما جاتش في دماغه خالص اصلا. هو بيقول لك المهم ان الله اعطاني اللفظه وانت روح بفكروا فيها زي ما انتوا عايزين. عالي. لانك تبحث عن مراد الله ومراد الرسول في هذا الباب. فلذلك صراحه انه يقول ويحمل الحديث. طب ما الدليل؟ ما الموجب؟ والتنصيص قد جاء. قد يصح الموجب الاصناف الخمسه بعدم ذكر ايش؟ الأقط. لو لم يذكر قلنا هنا لك وجهة في التحميل في التأويل، لكن الصنف قد إيش؟ قد صرح به الحديث، قال والأقط. التخصيص بالعلة يعني؟ طب خلاص ما دي معروفة، لكن أيضا العلماء رجعوا في هذه العلة، إذا كانت علة منصوص عليها ولا علة مجتهد فيها، والمجتهد فيها ينظر فيها، هل القرآن القوية تثبت أن العلة هذه يعلي بها الحكم حقا ولا ده توهم؟ كل ده مراد عشان أنت هتتحكم في كلام النبي. تفضل شيخ. فلا يجوز إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم، ويحمل الحديث على من هو قوت له أو لم يقدر على غيره. عجيب. قدر على غيره مع كونه قوتا له، فظاهر كلام الخرقي رحمه الله جواز إخراجه. طيب ظاهر كلام الخرقي الخرقي جواز إخراجه لأنه منصوص عليه. قال أو الأقط، فهو منصوص عليه. نعم. قال وإن قدر على غيره سواء كان من أهل البادية أو لم يكن، لأن الحديث لم يفرق. نعم. كده ايه؟ وقول ابي سعيد رضي الله عنه كنا نخرج صرعا من اقد وهم من اهل الانصار. شفنا اعيد بس. قال وان قدر على غيره ماشي، سواء عليه سواء كان من اهل الباديه او لم يكن، لان الحديث لم يفرق. خلاص لم يفرق في ايش بقى؟ قال او اقد. اهو هات النص الحديث كله. صدق فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من طعام او صاع من تمر او صاعا، ده اسمه ايه؟ او دي اسمها ايه يا حبايبي؟ او دي ايه في اللغه؟ تخيريه اهو الان. فاذا انا اصلا اتبع المنصوص سواء بقى كان من الباديه من غير الباديه، هي التعميم. ويبقى العام على العموم ما لم ياتي مخصص ايش؟
يخصصه. نعم. وقول أبي سعيد رضي الله عنه قلنا نخرج صاعا من أقط وهم من أهل الأمصار، وإنما خص أهل البادية بالذكر لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم. فقال أبو الخطاب رحمه هو يقول كنا نخرج صاعا من أقط، هذا من أهل المدينة هو الآن أخرجونه. ها ده هذا حديث قوته في الإسناد. نعم. ما هو الرواية الثانية مبطورة أمام النص. هذا الحديث فيه أهمية أيضا. إيش؟ لأن أبو سعيد الخدري قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. يعني الشعير موجود. ها؟ يعني موجود. إيش؟ أصناف أخرى موجودة وأخرج الأقط. قال أبو الخطاب رحمه الله لا يجز إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين، وظاهر الحديث يدل على خلافه. وذكر القاضي رحمه الله أنه إذا عدم الأقط وقلنا شو أبو الخطاب خلاص قال لا يجزئ إلا أو شو لا يجزئ إخراج الأقط مع القدرة على الشعير على التمر. وهذا معناه أنه جعل الأقط استثناء. وهذا شوف هنا فعل أمرا أصوليا مهما جدا. وش هو؟ ممتاز. يعني إيش؟ ألغى ما اعتبره الشارع واعتبر ما إيه؟ ما سكت عنه الشارع أو ما ألغاه الشارع. وهذه الخطأ يوافقه على الخطأ يقارنه بالضبط كتعليل الشافعية بأن النمص معلل بالتغرير. ألغى ما اعتبره الشارع المغيرات خلق الله، طيب، واعتبر ما سكت عنه الشارع أو ما ألغاه الشارع. فلذلك قلنا أضعف ما يكون من هذه الأقوال. ونفس الأمر الخطابي فيما قال في هذا الباب. نعم. جعل الأصل مستثنى والنبي جعله إيش أصلا. نعم. طب وما فائدة أنه جعله أصلا يا ماجد عشان ما تنامش؟ يا ماجد يا ماجد يا حبيبي ماشي وجيزة. ممتاز. ما دام جعله أصلا يبقى انتهى الموضوع. لا تحجر واسعا. أخرجه مع وجود غيره جاز، أخرجه مع عدم وجود غيره جاز. تفضل. قال وذكر القاضي رحمه الله أنه إذا عدم الأقط وقلنا له إخراجه جاز إخراج اللبن. لأنه أكمل من الأقط. أو شوف بقى هنا أنه يجيء منه الأقط وغيره. يبقى إذا هو خدناه من اللبن هو. هو يا عم يا عم اللبان الله يهديك. لا أعترض مع حضرتك أنه جاي من اللبن. طيب متعترض أنه حجر؟ لا اللي هو جبن. هو أكل يعني هو أكل جبن يلحق بيه كرة بيضاء. لا ما هو طب ما هو هيبقى ايه ملح اما تعمله كمون ولا اقطع بقى انت فاهمني بقى هو ده هتعمله ايه قول لي في جبن حجر في جبن حجر جبن القريش بتاعتي كان حجر نعم انا بقى كان بيجيبوا لي جبن قريش حجر بيضحكوا عليا فلحوها اهو ده جاب لك الدليل اهو قال لك بيملحوها بتبقى حجر اهو جاب الدليل اهو انت فلاح فلاح قال وحكاه ابو ثور عن الشافعي رحمه الله وقال الحسن رحمه الله ان لم يكن بر ولا شعير اخرج صاعا من لبن وظاهر قول الخرقي رحمه الله يقتضي أنه لا يجزئ اللبن بحال بقوله من كل حبة أو ثمرة تقتات. طبعا كل حبة أو ثمرة تقتات هذا ليس حديث لكن ده استقراء من إيش الأصناف الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها وجوبا. وقد حملنا ذلك على حالة العلم ولا يصح ما ذكروه لأنه لو كان أكمل من الأقط. لأنه بيقول طبعا معنى أنه يقول أكمل الأقط وش وجه الدلالة عنده وش وجه الدلالة عنده عم أستاذ زول وجه الدلالة أستاذ يحيى وجه الدلالة يا البحر الميت وجه الدلالة ماشي يا وردان الحظ الفقير ممتاز الحظ الفقير ممتاز هو قالها أبو راء خضر الراجل ده طلعته بقى باتعة دلوقتي بقى له أسبوع كده ماشي شغال كله بيشاع المقام هيتمسحوا بيه هيتمسحوا استغفر رب استر علينا يا رب نعم جزاك الله خير حق هذا هو لما يقول أكمل أشار إليك يا العلة وهي إيش؟ قياس الأولى من باب أولى قال وما ذكروه ولا يصح ما ذكروه لأنه لو كان أكمل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه إيه بقى الوجه؟ منه الدخر منه الدخر لأنه أبلغ حالة لأنه بلغ حالة الادخار
وهو جامد بخلاف اللبن، لكن يكون حكم اللبن حكم اللحم، يجزئ إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول ابن حامد رحمه الله ومن وافقه. يبقى لو قلنا موقوف لا يصح إخراج اللبن اللحم ولا اللبن، إذا قلنا لا المسألة على المعنى وأن الأصناف التي ذكرت على التمثيل جاز إخراج اللبن واللحم، مفهوم الكلام؟ فلو كان على التمثيل جاز، ولو كان على التحديد لم يجوز، لم يجوز. والأقرب في أنها على التمثيل، لأنه مثل بالقوت، واللبن قوت. عندنا لبن ولا ما عندكم فاللبن فاكهة؟ قوت، بس هو قوت، سيب الدخر بقى الآن، قوت. ما هو أصلا إيش اللي كيف يعني، ما هي الطريقة لإخراجها، لإخراج اللبن أو اللحم وهي قوت؟ قل رأي خضرة، ها؟ عشان إيه؟ كفيف؟ ما بلاش استخدم البركة، مش في كل مرة. لما قالوا عند عدم الأصناف يخرج اللبن يخرج اللحم؟ جعلوه قوتا. أحسنت، لأنه قوت والإخراج من القوت، مفهوم؟ هذا عند القول بأنه ليس على الحصر. تفضل شيء. ها والله أنا أقول بالأصناف التي ذكرت وفقهيا كلامهم صحيح، فقهيا كلامهم صحيح، لكني صراحة أتحاشى في هذا الباب، لا سيما أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها إلا أنها عامة تطمت، وأنها مع السنون فإنها طعام البيوت غير التمر. التمر كان قوتا لكن ما مش قوتا عندنا بحال الأحوال الآن، هو لا يجفف صح كده، الرطب يجفف ويخزن ويفيد، لكن هو يعني ليس قوتا. نعم، الذين يقولون بأنه التمثيل يقول اللبن السمك اللحم كله يخرج لأنه قوت. الصيادين قوتهم ايه؟ خلاص يخرج القوت، فاهم؟ حتى لو كان ايش؟ حتى لو كان لا يدخر، لانه عدم الاصناف لا تدخر. احنا قلنا اخرجوا على اساس انه قوت، على تفسير انه ايه؟ المنازعة مش في انه موجود غيرها، عدم يخرج ولا ما يخرجش، فاهم؟ تفضل. قال وكذلك الجبن وما اشبه، هو شوف أعطى الجبن مكان إيه؟ اللبن واللحم في هذا الباب. خلاص يبقى اللي بيتكلم في المكرونة واللي بيتكلم في الأدوسية في هذا الباب له باب من هذا. خرج بقى، ما أنت جبت المكرونة يبقى لعلمك المكرونة عشان خلط بين اثنين واثنين من القوت في هذا الباب، ولأنها تطور قوت. ممكن أقول لك حتى لا يجزي أن تخرج المكرونة أصلا، تتحسب والخلاف فيها موجود، فأنت أصلا ممكن تقول لا تخرج المكرونة. ليه؟ احنا عندنا اصناف مسماة فهمت ومتوفر. اتفضل في الوضع. تعال ده جاب نشا، خد تعال، انت حطيت نشا، طب خد قدامك ربي على الخير. اتفضل. سيدنا موقع الرز اقامك الله من هذا الكلام، بر الرز يعني ماله موقعه من هذا التنفيذ نقوط، يعني اقول وقوط مدخر طبعا مع وجود حدير اصناف يخرج هو اولى من الاقط واولى من التمر. التمر مش قوت حقا، التمر مش قوت، والزبيب التمر مش قوت حقا، والزبيب مش قوت، الزبيب بياخدوه وتفكهن ايضا. ماشي تفضل. شيء قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله واختيار أبي عبد الله إخراج التمر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وبهذا قال مالك رحمه الله، يعني قدم من الأصناف الإيش؟ التمر. ليه؟ لأنه الصحيح فيها، لكن هو في زماننا تغير الأمر. النبي ماذا قال؟ قال بيت ليس فيه تمر أهله إيش؟ جاع، أهله جاع، فاعتبرها قوتا هنا في هذا الباب. تفضل. قال ابن المنذر رحمه الله واستحب مالك إخراج العجوة منه
واختار الشافعي رحمه الله وابو عبيد اخراج البري. يعني يعني هنا المالكيه والحنابله اختاروا التمر والشافعي اختار ايش؟ دي 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 على ايه؟ على الاكمل. هذه على الاكمل. واختار الشافعي البر. وطبعا اصلا في زماننا لا حيدة عن كلام الشافعي. التمر او العجوه ده بيتفكه بها الناس ليس قوتا. والبر قوت. نعم. وقال بعض اصحاب الشافعي رحمه الله يحتمل ان يكون الشافعي رحمه الله قال ذلك لان البر كان اغلى في وقته ومكانه، لان المستحب ان يخرج اغلاها ثمنا، ان يخرج لان المستحب خلاص ما تعملش اي حاجه اغلاها ثمنا وانفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن افضل الرقاب فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. وإنما اختار أحمد رحمه الله إخراج التمر ابتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم واتباعا له. وروى بإسناده عن أبي مجلز، عن أبي مجلز قال، عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، قال إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه. شوف هنا الكلام، شوف يعني هو في 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 التأصيل عام البر يقدم، لما قال في التمر قال لأن ابن عمر أثري، فابن عمر ابن عمر ما خرج التمر إلا إلا أنه لا وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيش. شوف أحمد بقى في الاتباع، وهنا توفيق الله لمذهب أحمد، وذلك مذهب أحمد كالشافعي أقرب المذاهب إلى السنة، وأي رواية تسعة تجدها كلها متنقلة لأنه إيش استجدت له آثار حقا. فهو ما اختار التمر إلا أنه تأسى بابن عمر الذي تأسى بمن؟ أصحاب النبي فأثر ويحترم ذلك ويوجه، لكن عند الطريق الفقهي لا، التمر ليس ليس قوتا. قال وظاهر هذا أن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا كانوا يخرجون التمر، فأحب ابن عمر رضي الله عنهما موافقتهم وسلوك طريقهم، وأحب أحمد رحمه الله أيضا الاقتداء بهم واتباعهم. نعم. روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله فعدل الناس به نصف صاع من بر فعدل الناس به نصف فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، ولأن التمر فيه قوت وحلاوة وهو أقرب تناولا وأقل كلفة فكان أولى. وهذا عندهم لأنه ليس قوتا عندنا الآن، ويقول على الحلاوة والتفكك في هذا الباب. ماشي تفضل. وعامة الأمر سيان، لأنه الخلاف هنا خلاف عليه على الأكمل، يعني من أخرج برا فقد أجزأه، من أخرج تمرا فقد أجزأه. تفضل. قال فصل والأفضل بعد التمر البر. قال بعض أصحابنا رحمهم الله الأفضل بعده الزبيب لأنه أقرب تناولا وأقل كلفة فأشبه التمر. لا هو أشبه التمر صراحة، لو قلنا التمر هو الأرجح يبقى الزبيب يكون، لأنه فيه أقل كلفة وفيه أيضا إيه قوت مع حلاوة على ما قال في هذا الباب، يعني دخل فيه مع القوت التفكك، كان يغنيك قوتا وتفكها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن البر أنفع في الاقتياد، والبر أنفع من التمر أيضا، وأبلغ في دفع حاجة الفقير. وكذلك قال أبو مجلز لابن عمر رضي الله عنهما البر أفضل من التمر، يعني أنفع وأكثر قيمة، ولم ينكره ابن عمر وإنما عدل عنه اتباعا لأصحابه رضي الله عنه. رأيت لم ينكر فقهيا، وقال هذا من ناحية النظر والأثر عندي يقدر. انظر شوف التعظيم، وكذلك عظم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكا لطريقته، ولهذا عدل نصف صاع، ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره. فقال معاوية رضي الله عنه لهذا عدل نصف صاع منه، هي ممكن أصلا أيضا تصح عدل نصف صاع منه بصاع من غيره، يعني هو فعل ذلك. ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره. ماشي. فقال معاوية رضي الله عنه إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر فأخذ الناس به. قال وتفضيل التمر إنما كان لاتباع الصحابة رضي الله عنهم، ففيما عداه يبقى على مقتضى الدليل في تفصيل في تفضيل البر. البر وصحيح أن البر أفضل من التمر، ولأنه قوت ولأنه يدخر ولأنه أقل كلفة. نعم. ويحتمل أن يكون الأفضل بعد التمر ما كان أعلى قيمة وأكثر نفعا، والمسألة كما قلنا على القوت بهذا، والمسألة كلها جائزة في الأصناف
ويبقى الأمر على إيه؟ على الأكمل والأفضلية. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.